السلام عليكم ورحمه الله، وشحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين، ومرحبا بكم كامل. اليوم راح نخدموا بوندانات راح يخرجوا بزاف شابين، راح نخدموهم بهذا السرابط. هادو السرابط متوفرين في الاسواق، هادو شريت منهم 5 ب 20 ألف، يديروا 5 سرابط ب 20 ألف فيهم كامل الالوان. للتزيين راح نحتاج هذا السكاي تاع الجيلاتين، راح نديرو كتزيين. وانتم اللي ماهوش متوفر عندها هذا السكاي تقدر تزين باي نوع سكاي ولا اي حاجه عندك. هنا نحتاج لاستيك، لاستيك نحتاجوه البنات في هذه البوندانات. العرض تاع لاستيك نتاعنا فيه 2.5 سنتيم هذا العرض، والطول راح ندير فيها 22 سنتيم. نبداو الخياطه. هنا شوفوا، نجيو للجهه اللي تتجعد، راح نحي 8 سنتيم. هذه راح كي نطويها ونخيطها راح تكون على حساب لاستيك. شوفوا، راح نروح نخيط هذه القطعه، نطويها بهذه الطريقه، نفوت نخيطها، نحكمها بواحد سنتيم نخيطها، ومن بعد نقلبها ونرجع لكم. بعد ما خيطتها نحكم هكذا البنات، نجيب هذا المساك نحكم هكذا جهه وحده، شوفوا نحكمه هكذا جهه، ومن بعد ندخلوا المساك تاعنا للداخل باش نقلبوا هذه القطعه. هنا بعد ما قلبناها راح نديروا الخياطه في الوسط. خياطه ما راح نديروها هكذا على الحاشيه، راح نديروا هاد الخياطه تجينا في الوسط بهذه الطريقه. نجيبوا لاستيك ونثبتوا هاد المساك هكذا البنات، ونروح ندخل لاستيك تاعي هنايا. تحبوا تحكمي بليزي بانجل، انا راح نحكم غير هكذا البنات بهذا المساسك، نحكم هذا اللاستيك مع هذا القماش هكذا باش ونوزعوا هذا القماش على اللاستيك تاعنا بهذه الطريقه. دوك نجيو القطعه هذه، نطويها بهذه الطريقه ونروح نفوت عليها هكذا بالخياطه. هنا بعد ما خيطناها هكذا دوك راح نقلبها وراح ندير الخياطه في الوسط بنفس الطريقه كما درت في هذاك الشريط هكذا. كما راكم تشوفوا الخياطه راح نديروها هنا في الوسط، ونجيبوا هذا الشريط اللي ركبنا فيه هذا لاستيك. هنا هذه هي الخياطه البنات كما راكم تشوفوا، راح نحطوا هذا القماش مع هذا القماش، نحطوا الخياطه هذه راح تكون على برا والخياطه هذه راح تكون على برا هكذا، ونحطوها في الوسط بهذه الطريقه. من بعد راح نجيب هذه الجهه البنات نطويها هكذا، وهذه الجهه نطويها هكذا كما راكم تشوفوا. عاود معاكم، راح نطوي هذه الجهه بهذه الطريقه وهذه الجهه بهذه الطريقه. دوك نروح نفوت عليها هكذا بالخياطه، ندير لها بوانداري ونرجع لكم. بعد ما خيطناها شوفوا كي نقلبوها، شوفوا كيفاش راح تجي، راح تجينا الخياطه تاعنا كامل للداخل، راح تجينا بهذه الطريقه. دوك راح نزيدو نعاودو نخدمو الجهه الثانيه. شوفوا، حطوا الخياطه هذه في الوسط، حطوها بنفس الطريقه كما درنا في هذه الجهه، ونحطها هنا في الوسط كما قلت لكم، وراح نطوي القماش تاعي هكذا، ونزيد نجيب لهذه الجهه نزيد نطويها هكذا.
من بعد نفوت عليه هكذا بالخياطة. انا عندي هذا السكاي قلت لكم رايحه نزين به، وعندي هذا تقدروا تزينوا بهذا ولا هذا، لكم الاختيار. رايحه نخدموا البنات، تحبي تخدمي هذا الشكل هكذا على شكل ودنين كما راكم تشوفوا هذا، ولا انا هنا راح نغير، راح ندير بابيونه. شوفوا نقطع قطعه صغيره جايه بالطول، من بعد نعطيكم القياسات نتاعها. هذه القطعه راح نديروها بابيونه، الطول تاعها لهنا فيها 8 سنتيم على 7 سنتيم. راح نطويها بهذه الطريقه هكذا، نجيب لها هذا الشريط وراح نثبتها على البندانة تاعنا بهذا الطريقة. تحبوا ديروها هكذا على الحاشية. دوك انا البنات نروح نفوت نخيطها ونرجع لكم. هذه البندانة اللي خدمتها معاكم اليوم، شوفوا درنا لها بابيونة على يعني على الحاشية هكذا بهذه الطريقة، تخرج بزاف شابة. التزيين اختياري كما قلت لكم، كل وحدة تزين على حسابها. هذو درنا لهم هاد الودنين، شوفوا كيفاش تجي الخدمة من الداخل، تجينا بيان فيني. هنا هذه راح تكون هكذا للداخل، ماهيش راح تبان. شوفوا لاستيك، لاستيك كما قلت لكم درنا 22 سنتيم. وهاد السرابت ولا هاد المناشف، هادو البنات فيهم كامل الالوان، قلت لكم 5 يديروا 20000. شوفوا هذه اللي جايه في الغوز، درك تشوفوا البنات كي نلبسها كيفاش راح تبان. شوفوا كيفاش راح تجي كي تكون ملبوسه. هاد القياس يعني يجي كبير ولا صغير البنات، شوفوا خرجت هايله هاد البندانه. راح نزيد نسيي معاكم مام هذه ثاني. شوفوا كيفاش خرجت. هنا قلت لكم هذا القيس قلت لكم ستاندار يلبس. شوفوا البنات يعني جاي كبير. هنا تقدري ديري، هنا تقدري ديري حاشيه، يعني ما تحبيش ديري هذا الودنين ديري هاد حاشيه هكذا تحكميها تجي على شكل بابيونه، ولا تخليها هكذا سامبل. خرجوا بزاف شابين. راح نزيد نسيي لكم الغوص. مم حتى هذه اللي في الغوص خرجت تحفة كما قلت لكم 25000، وفيهم كامل الألوان. شوفوا ثاني القماش تاعهم جاي بزاف هايل ودافي في نفس الوقت. هذو البنات هاد البندانات راهم في الأسواق يديروا 25000، يعني راح تتقام لك هكذا البندانة ب 5000، راح تبيعيها ب 20000، وراكي يعني راكي رابحة فيها. إن شاء الله مشروعنا تاع نهار اليوم فاتكم، وإن شاء الله استفدتوا معنا، وخدمة نظيفة كما راكم تشوفوا. خرجوا بزاف شابين. لحقنا لنهاية الفيديو، نقول لكم إذا عجبكم الفيديو أكيد ما تبخلوناش باللايك تاعكم، بارطاجيو الفيديو مع أحبابكم مع ناسكم باش كامل أخواتنا يستفادوا. تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.